لكن سريعا ندخل في عناوين الحلقه وعناوين حلقه الترند النهارده وقبل مباراه الوداد ان شاء الله يوم الجمعه اللي جايه. في ترند الاهلي، الفريق يدخل معسكرا مغلقا الليله استعدادا لمواجهه الوداد. كمان في ترند الاهلي، بعثه الوداد تشيد بحفاوه الاستقبال في القاهره. في الترند العالمي، الليله صلاح يسعى لتحقيق ارقام جديده مع ليفربول في دوري الابطال. نستعرض مع حضراتكم بالتأكيد جدول مباريات دوري المجموعات والجولة الأولى واستكمال مباريات الجولة الأولى لدوري أبطال أوروبا. النهاردة في أيضا كمان حوالي 8 مباريات بخلاف المباريات اللي أقيمت بالأمس وكانت مباريات قوية ومثيرة، لكن النهاردة في 8 مباريات. في مباراتين هيبدأوا الساعة 7:45، أول مباراة ريد بول سالسبورج مع لوكوموتيف موسكو، والمباراة الثانية ريال مدريد مع شختار دونستيك الأوكراني. الساعة 9 بايرن ميونخ مع أتلتيكو مدريد، مباراة قوية جدا. انتر ميلان مع بروسيا مونشنجلادباخ. الساعة 9 ايضا مانشستر سيتي مع بورتو. ايضا في نفس التوقيت اولمبياكوس اليوناني مع مارسيليا الفرنسي. ايضا الساعة 9 اياكس امستردام الهولندي مع ليفربول الانجليزي. وفي الختام ميتلاند الدنماركي مع اتلانتا بطل ايطاليا. بالتاكيد مباريات قوية ومثيرة وفي دربيات في هذه المباريات، ودايما دوري ابطال اوروبا مثير منذ الجولة الاولى حتى المباراة النهائية. أخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل كلام مهم جدا في ترند الترند، وبالتأكيد بعض المعلومات والتفاصيل اللي جمهور النادي الأهلي بينتظرها مننا خلال الفترة الحالية. كل ده ولكن بعد الفاصل.